سامي عم بيقول سيس كريم انه ما بيجوز وما فينا نعلق مشانق، بس الثوره وقت اللي قالت كلهم يعني كلهم في مكان ما، وكانها عم بتقول بلا بدي اعلق مشانق بشكل رمزي. اذا بتسمح لي بس كمان استاذ ماريو، وخليني اضيف انه استاذ كريم عم بيقول انه في مكان ما بدك تتعاون مع الطبقه السياسيه، مش تتعاون، تتعاون من اجل يعني تعمل تسويه اوكي لمصلحتك. طيب لمصلحه الوطن، مش أوكي. مصلحتك أوكي. انت مصلحتك. انا بس اذا بتسمح لي نحكى كثير عن انه شو الحل، انه كيف بدنا يعني نلاقي حل. كلنا اتفقنا انه بدنا دوله، بس في شغله واحده بحب زيدها، دوله سيده، لانه مفهوم السيادة أو الدولة السيدة ما أنه موجود عند المواطنين، لأن وقت بيكون في مفهوم واضح عن الدولة السيدة بيكون في مواطن سيد. أنا بعرف شو مواطن من الدولة السيدة، بس مواطن سيد بيصير عنده، بيصير رايح ينتخب لكرامته لأنه هو مواطن، لأنه في دولة، ببطل فيه لا طوايف ولا زعماء ولا مرجعيات ولا، خلص هو مواطن في دولة، خلصت الخبرية. طيب بس تيمبون سريع. اوكي بس سي سامي، اليوم لما بتحكي لما بتذكر هالكلمة بدي دولة سيدة، في قسم كتير كبير من اللبنانيين بيقول لك سيدة يعني حصرية السلاح، يعني في فئة رح تعتبر حالها انه انت عم بتوجه الاصبع لها انه السلاح خلص. من هون بيركب المشكل، وهيدا الشيء يلي قسم المجموعات بالثورة، صح ولا لا؟ صحيح، بس اليوم بدي اقول لك شغله يا استاذ ماريو، اليوم معلش هيدا يعني هي معموديه نار بدنا نعملها اول على اخر. يعني ما فينا نعمل اليوم نلاقي حل نصفي، انه يا حبله يا مش حبله، ما نتفق، ما في نص على نص. اذا ما صار في سياده بالمعنى، يعني اذا المواطن ما عارف شو يعني دوله سيده، يعني رايحين على الانتخابات وسط نحن، انه مش معروفه الخبريه، انه انا بدي احس حالي رايح صوتي بده يكون صوت سيد، هيدا الصوت اللي بدي احطه بالصندوق بده يكون صوت سيد. انت بتعتبر اليوم انه نحن بعدنا بقلب الثوره؟ يعني اذا ما في صريخ بالساحات اكيد بتكون ماتت الثوره، او بتكون مش صحيح تحولت الى نمط اخر من العمل. استاذ ماريو، الثوره هو نمط، هو وجدان، هو بروسس، مش معناتها انا لازم ضلني على الطريق او ضلني صرخ. الثوره هي كل يوم انا لازم اكون سائر، كل مواطن لبناني كل يوم لازم يصور. الثوره فيها تكون بعده وجهات، فينا نعمل ثورة بالطريق، فينا نعمل ثورة بساحة، فينا نعمل عرض مدني، فينا نعمل بدك إيه، وفينا نعمل ثورة انتخابية. إنه اليوم عم نتحضر كلنا سوا بتصور لهذا الاستحقاق يلي هو منه آخر الدنيا ومنه أول الدنيا، هو محطة مثل ما قال أستاذ سعيد، بس هيدا المحطة مهمة لحتى نحن فعلا نعمل ثورة وننقل الثورة من الشارع لا صناديق الاقتراع. في مواطنين سألوكم إنه لما صار في 6 دولار على الواتساب وضرائب صغيرة بوقتها كانت نزلت الثورة، نزلت الناس على الأرض، طيب وصل الدولار للعشرين ألف وتخطاه، وين الناس؟ أنا بسأل هول الناس اللي عم يسألوا وينكم؟ ليش مين الثورة ومين الناس؟ شو نحن عم نلعب ماتش فوتبول يعني أنه في سلطة وفي ثورة وفي ناس قاعدة عم تفرج على اثنين؟ ما حدا عم يفوت جول بالتاني، زهقنا غير الماتش، لا مش هيك القصة. في واقع، يا المواطن بده يحس حاله هو معنى كمان بالتغيير، يا أما لا. انا اليوم اذا بنسال على الطريق انه خيي شو عاملين لنا، شو خيي انا بدي اعمل لك، انت بدك تعمل لحالك. كلنا بدنا نتعلم نكون منتجين، ما حدا رح يلاقي لنا حل، ما حدا رح يصنع لنا التغيير، كلنا بدنا نعمل. الم تكن 17 تشرين 13 تشرين اخر، وبالتالي كانت موجهه عمليا ضد العهد وتحديدا ضد رئيس الجمهوريه؟ مش صحيح ابدا. فاذا ليش خفتت الثوره من بعد ما سقط رئيس الحكومه وطرف يمكن طرف السلاح؟ اول شيء ما خفتت، هو توصيف خاطئ. اول شيء ما خفتت. ثاني شيء الوهج، ما الثوره هن الناس بتطلع وبتنزل، انت قليل شو عم يعانوا الناس بلبنان، يعني قليل الناس شو عم بتعاني من قصص يوميات ومن وضع اقتصادي ومن سرقه. هي شعب مسروق، شعب مهدوم، يأسان، يعني من بعد انفجار بيروت، يعني ما فينا نلوم الثوره انه شو الثوره هي يعني انه واجب او دوام. خي الثوره عم بقول لك الثوره موقف، الثوره اليوم سال كل المواطنين اليوم، الثوره اللي عملت خلقت مومنتوم، هيدا المومنتوم بده يترجم بالانتخابات، ضروري يترجم بالانتخابات، بس على شرط انه كمان المعنيين يكونوا عقلانيين ويكونوا مسؤولين ويشتغلوا لحتى عن جد ننجز التغيير.